يا دولة، انت بتكتب الحسابات بره ليه يا عم؟ ما تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت ما تفهمش فيها يا رمزي. دول انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان، ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، اغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها. يعني انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقولة يعني يا دولة مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الأغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الأغاني بتاعتي دي صعبة عليهم يا ابني. شوف الأغاني اللي أم كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان. سمعت القصيدة اللي هي بتاعت ثورة الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده الكلام. عصير الدمع؟ طبعا يا ابني، عصير الدمع، لأن هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. أنت إيش فاهمك أنت في حاجة زي كده؟ قابل خواجه الجد. شاعر يا عظيم أنت. إني سير في السير؟ سير؟ سير إيه بس عم الدنو؟ إيه ده أنت طلعت إيجيبشن؟ إيه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك، يعني بص عاد بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء، اتفضل. منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا، تقفل الباب. ها ماشي ماشي، اصبر. اهلا وسهلا، تحت امرك، طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف برا بيحبوا الهدايا الفرعونيه بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمز. نعم. روح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين الحاجه ساعه؟ يلا عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبتهم. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر، عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه، أدي دقيقة. على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدي دقيقة كمان. على بقى ما يشرب الحاجة الساعة، أدي دقيقة كمان. ولا فين الحاجة الساعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساعة، أنا همشي. أنا مش لا لا لا، اقعد اقعد اشرب الحاجة الساعة. حضرتك يعني هم فاضل ثلاث دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساعة، هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. ثلاث دقايق إيه يا عم؟ دي بتاعتي أنا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده ازاي؟ زي الناس. زي ايه؟ ايوه يعني كنت بتقول فيها ايه الاغنية دي يعني؟ هقول لك. بتقول تلات دقايق اشوفك قبلك، ايدك تلمس ايدي اشوفك قبلك، عينيك تيجي في عينيا، لو زعلان اعاتبني، لو غلطان حاسبني، لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني، اشتقت لمعادك مطول بعادك، ولا عشان بحبك هتزود عنادك، انا طيرك وعادلك، انا طمعا فعدلك، انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا، لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق، انت حبيبي وبس، انت نصيبي وبس، نفسي اشوفك بس تلات دقايق. الله الله, الله يا استاذ بهاء. الله 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 الله. بس الله الله يا استاذ بهاء. يعني بص حضرتك، يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص، والتلات دقايق بتوعي غير التلات دقايق بتوع حضرتك. يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر. تخاطر توارد؟ لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله، لغيت الرحله خالص. ماشي يا عم سامعك. طب حضرتك بس في اغنيه تانيه بتقول. لا بص انا هسمعك حاجه، انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده. سامع عليكم. انا ماشي. طب يا استاذ بهاء، طب الحاجه الساعه. طيب يا استاذ بهاء اوعى هدي لغينا الرحله خلاص. سامع عليكم. الحاجه الساعه. طب مع السلامه يا استاذ بهاء. يا دوله بقى، يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك، ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز. انت لاحظت يالا ايه؟ بهاء سلطان بيحاربني. يلا
كده بقى يا رمزي فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين. لا حلو قوي، احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دولة بقى؟ هو في حد خد مننا حاجه يا عم ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني احنا عملنا اللي علينا، احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود، ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام، يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم؟ بالعكس، احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دولا هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دولا طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص. الخطوه الجايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها ويتفقوا بقى مع ملحنين وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دولا عليك، ان شاء الله انت ابن حلال على فكره. ولا حته اتنين شاي، يلا بسرعه. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده؟ انا اتسرقت ولا حته. ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله. محفظه ايه؟ يلا محفظه ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله. طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه، في التلفزيون اهو الاغنيه بتاعتي، اغنيه اهزنه. ايه سامع؟ اه حلوه قوي يا دوله. حلوه ايه؟ بقول لك اتسرقت. وحشه قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها، انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه، العدل اساس الملك، وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه اي اظنه ترت ترت. بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟ الاغنيه دي بتاعتي انا. ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزت مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين والقضيه هرفعهم عليهم هما الاثنين. يعني انتوا متاكدين ان غنوة اي اظنه غنوتكم؟ الا متاكدين حضرتك، احنا اكتر من متاكدين، وانا ممكن اسمع جزء لحضرتك وانت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعت، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة، أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي، أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنفض لك. أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور. هي يا أستاذ هي الأغنية، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قالك أيظن، عايز إيه أكتر من كده يعني؟ أنا كده ابتديت أتأكد بس مش قوي. حضرتك طب أنا هقولك على حتة بقى عشان تتأكد قوي إن هم سرقينها مني. حتة أنا كنت، هو كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رامز. وهو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد. لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دولة. وبعدين ايه السيد ده اللي بيقارنوه بي انا؟ مفيش غير سيد انكل. سيد انكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الاغنيه الشعبيه، يعني تطور الموسيقى العربيه، يعني السلمه التاسعه من سلالم الموسيقى العربيه، يعني هو بمنتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الأغنية بتاعت أيظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الأستاذ عمرو إيهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع أيظن قفش فيها. ولا هي دي؟ أهو حضرتك، أنا بقى أقول للعمر إيه دلوقتي؟ ما دام الموضوع وصل لعمر إيهاب بقت مشكلة كبيرة، ولازم لها قعدة مع سيد أنكل.
متاكد يعني عم اسلكها ان اونكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع انت، الله هي كلها دلوقتي شويه ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعده تانية في غنوه تانية. على فكره دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي، اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا ده اسمه اونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. اهلا بابو الرجاله. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حي الله مساعد رابع لسيد اونكل. حي الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد اونكل. سيد اونكل مين ده؟ حي الله مساعد تاني لسيد اونكل. دي عيله حي الله ما شاء الله، عيله كبيره قوي يعني. دول هم دول توام ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسله مطاعم. سيد اونكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده؟ امال ده؟ ده سيد اونكل. اتفضل عمي اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد اونكل. انا اسمع عن حضرتك يا اونكل انك انت سيد الاغنيه كلها يا سيد اونكل. يا الله الله، سمع الجراف. الجراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. لا 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 لا، حاضر حضرتك اقعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور والله يا سيد اونكل. ايه ده؟ اتكلم انت يا سلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق بخصوص حضرتك. بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكوره انتاج يا سيد اونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر صحيحه، ويبدو اني اخطات في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغه. الاغنيه دي اغنيه ايه؟ ايظنوا ترت ترت. ايظنوا بتاعت نجات؟ مين نجات؟ لا ايظنوا بتاعت بعرور. الجماعه دول من هنا سلكها. حاضر. حاضر ايه يا خدنا؟ فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامه سلكها. حاضر. مع السلامه. فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوه الحكومه. وصل البهوات يا سلكها. حاضر. يوصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب يا سلكها. يا عم انت، انت فاكرنا من كراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقه دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامه بقى انت والبرجين بتوعك دول. اولا ايظن دي تاليف وتلحين ونغمات مجسمه بعرور مع مرتبه الشرف. يا سلام، امال ايظن اللي معايا دي بتعمل ايه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطجه وقله ادب وسفاله. انت شغلك كده مش هتروح من هنا انكل. لا هرجعك طن. كده طيب، احنا شرحنا. نشرح بقى. تشرح مين؟ الاغنيه دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني. ايظنوا ترا ترا تا بتاعت بعرور. ترا ترا تا بتاعتي. ترا ترا تا بعرور. ترا ترا تا بتاعتي. ترا ترا تا بعرور. ترا ترا تا يا ناري يا ناري. ترا 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 بعرور بعرور. ترا ترا تا يا ناري يا ناري. ترا ترا تا بعرور بعرور. ترا ترا تا بس سكت الكلام ولا رمزي. يا دولة هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاعت بعرور. بتاعتي. ترت ترت حتة. ترت ترت نادي رمزي. ترت ترت بالراحة. ترت ترت انا بوجه كلامي للجميع ولن استثني احدا، لسلكها والبعرور والانكل ولكل حد، لن افرط في حرف واحد من ايظنه. ليس هذا من اجل مصلحتي انا فقط،
ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة، وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور إنك متضايق ونصاب؟ بصوا أنا المشكلة ليست بيني وبين بعرور، بالعكس أنا بقول له يا بعرور تعال هنا هو ومد إيدك في إيدي وتعال مع بعضينا نلم تراث الأغنية الشعبية ونجمعه كله في أوبريت شعبي يكسر الدنيا. مستر عادل، ما ردكم على إدعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني اي حاجة، والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش علي بقوله بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس وفي ايدي ماي هاند بول وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله أنا بكررها لتاني مرة والتالت مرة والرابع مرة وهفضل أكررها طول ما أنا عايش. أنا مش طالب حاجة معينة غير أن أنا حافظ على أغنيتي، رجعولي أيظنوا أهلا وسهلا ونقعد تاني على طاولة المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن أفرط في شبر واحد من أيظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة، لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا، وأنت أول واحد جريت أساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا، ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحة الأستاذ عادل مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليك يعني. حسيت إن ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. إيه أيظنوا دي؟ قال أيظنوا قال من أيام سامويل جاكسون وموزارت وشاكسبير. الحقيقة لم تنطق الكورة الأرضية بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على أمره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة، الله. بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله، وشكرا للتحية. انا دعيتكم النهارده للاجتماع حول المائده المستطيله عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شويه فلوس. شويه فلوس ايه؟ لسه فاكرين دلوقتي تتفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الاعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا استاذ طالعه من اسوان لغايه مصر. اه وفي مظاهره هتخرج من البازار بعد ساعه ونص يا دوله. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضيه الله يحرقك. انت يلزمك يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش في اعوام كده عشان تنزل على جدر رقبتك. ها ده رافع قضيه ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوه بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان أيظنوا دي مش بتاعتك. اتفضل تلات بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنيه من تاليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا بره. لا 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 ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص نخليهم خمسه. خمس تلاف جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي عشرة كمان انا مش موافق.
الو مين؟ ايه؟ بارور كسب القضيه؟ متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الافراح ان شاء الله. مبروك مبروك، بارور كسب القضيه، مع السلامه. انا شايف يعني ان 10000 جنيه مبلغ مش وحش، انا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نو في القهوه. انا موافق. اوكي دول خمسة، يبقى فاضل ايه؟ 10 ايه يا سياده المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هم 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم؟ كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى. انت فاهم هتعمل ايه؟ ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي هرفع القضيه دي، ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من مليون جنيه. طب ما تخليهم 500000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي، يعني هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتوعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا ترت ترت، ايظنوا ترت ترت. طب 3000 جنيه و10 قصايد، طيب حضرتك ترت ترت. طب 3000 جنيه و20 قصيده والبازار ترت ترت. طب حضرتك 3000 جنيه و20 قصيده والبازار ورمزي. السلام عليكم. اهلا، الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك. اخبار الشغل النهاردة ايه؟ طمني عليك. انا الحمد لله تمام، ميت من التعب. النهاردة جالنا بضاعة كتير، قعدت ارص بقى فيها وافك في كراتين لغاية ما الواحد ظهره اتقطم. المهم انك كويس. الحمد لله، شوية تعب بسيط بس الحمد لله. بس انت عارف بقى يا عادل، الشيل والحتة ده عامل زي الرياضة بالظبط، مفيد صحيا جدا. والله مفيد صحيا. طيب عموما انا بعد بكره ان شاء الله جايالي بضاعه جديده، بتعالي بقى مارس الرياضه دي وشيلي وحطي معايا في البضاعه. وانت لابسه بقى كده ورايحه على فين ان شاء الله؟ خارجه اتفسح. خارجه اتفسح انت ومين؟ مع جوزي حبيب قلبي. خارجه انت وجوزي؟ طب هترجعي امتى عشان لو اتاخرت ما اقلقش يعني؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، مش هيبقى في تاخير. ولا في تاخير ما دام خارجه مع جوزك خلاص. بس عموما لو جيتي ولقيتيني نايم بيسيبيني نايم عشان ايه؟ عندي صحيان بدري. لا يا حبيبي، ما هو انت جاي معانا. جاي معاك انت وجوزك؟ هنخرج احنا الثلاثه؟ طب جوزك ما يتضايقش يعني انا خارج معاكم؟ وهتروحوا فين امال؟ عادل احنا متفقين مع بعض من اول امبارح. متفقين احنا الثلاثه؟ يو يا عادل بقى ما ترجعش في كلامك. مش مساله ارجع في كلامي، مساله بس ان انا تعبان ومحتاج انام كام ساعه عشان اصحى فايق بكره للشغل. الابحاث الجديده اكتشفت ان الانسان محتاج ينام تلت ساعه. تلت ساعه في عمره كله؟ في اليوم. في اليوم تلت ساعه بس؟ طب وانت ما بتناميش تلت ساعه ليه امال؟ لا ده على الانسان مش الانسانه. الانسان. بس تلت ساعه دي مش هلحق احلم حتى، يعني انا الحلم ساعتها هيكون لسه في اوله مع بدايه التترات بتاعت الحلم. لا ما هو الحلم بياخد فيمتو ثانيه. فيمتو ثانيه؟ ده مين اللي قالك على حكايه الفيمتو ثانيه دي؟ فيمتو ثانيه دي اللي اخترعها المهندس ممدوح زويل. يا مهندس ممدوح زويل، الراجل اللي رافع راسنا في كل حته في العالم اسمه ممدوح زويل، اسمه ابراهيم زويل يا ماما. قال ايه بقى؟ قال ان الحلم بياخد ثانيه. بقول لك انت ما تعرفش الموضوع ده ولا ايه؟ لا والله ما اعرف، اللي انا اعرفه ان الجون بيجي في ثانيه، وده اللي قاله المهندس محمد لطيف. يلا يا عادل بقى والنبي، انا عايزه اخرج وقاعده زهقانه طول اليوم، عايزه امشي رجليها شويه. ايه يا حبيبتي وانا تعبان طول اليوم وعايزه انيم رجليها شويه عادي يعني. حلو قوي، يبقى نروح مكان نقعد فيه. بحيث ان انا ابقى قاعد وانت واقفه، او مثلا وانا قاعد وانت بتلف عشان تمشي رجليك. ده انت بتهزر بقى. بقول لك ايه، انا خارجه يعني خارجه. وانا مش خارج وهنام يا رانيا، لان انا محتاج اريح نفسي. انت طول الوقت محتاج تريح نفسك؟ ايوه، عشان اقدر اصرف على امك واختك. مامي واختي؟
على فكرة بقى مامي وأختي ليهم حقوق في البيت ده زيهم ماك واختك بالظبط. أيوة أنا ما قلتش حاجة، عشان أحقق بقى الحقوق بتاعت أمك وأختك وبتاعتك أنت وبنتك لازم أنزل أشتغل وأسيب بقى الخروج والصرمحة والكلام الفارغ ده. بتسمي خروجي معاك صرمحة يا عادل؟ على فكرة بقى أنا مراتك وليا حقوق عليك في البيت ده وأولها إن أنا أخرج. ماشي، شوفي الخروجة دي هتتكلف كام وأديكي فلوس اخرجي بيها أنت وأمك وأختك. فلوس؟ فلوس إيه يا أبو فلوس؟ أنت بتكلمني أنا عن فلوس؟ أنا مش عايزة حاجة منك، اتخانق. خدي هنا، أنا مش قاعد بتكلم معاكي، تسيبيني وتخرجي كده من الأوضة؟ على فكرة بقى، أنت بيروقراطي وديماجوجي وأناني. يعني إيه أناني؟ يعني أناني؟ بنت، أوعي، أوعي في حياتك تتكلمي مع جوزك كده أبداً. استني بس حضرتك، دي قالت ثلاث حاجات منهم أناني. ما هو مش ذنبك، ذنب العيشة الزفت اللي إحنا عايشينها هنا. الحقي شوفي مين اللي بيتكلم، مجيدة اللاجئة وبنتها اللاجئة بيتكلموا على العيشة، مش عاجبك العيشة معانا ولا إيه؟ أنتِ ما تتكلميش مع مامي بالطريقة دي. وبعدين اذا كانت مامي لاجئه وده حقيقي يبقى انتوا ايه؟ لازقه؟ ازاي يا عادل امك تتهزق وانت واقف تتفرج؟ معاش اللي يهزقك يا ماما. ما هو عايش اهو بيهزق. ازاي؟ انت ازاي تكلمي ماما بالاسلوب ده؟ بص بقولك ايه بقولك ايه؟ انا بقالي 5 سنين مش عارفه اتكلم براحتي، مش عارفه اتنفس. ايوه كده صاري على حياتك وبعباع اللي في قلبك، قصدك ان احنا كاتمين على نفسك؟ قصدك ايه سناء؟ ما اقصدكيش يا رانيا. بحسب. نو ذيس از انف. انت يا بنت دلوقتي تخشي كل الهدوم اللي عندك دي تلميها تيجي تقعدي عندي، فاهمه؟ اوكي مامي. حوش حوش هيروحوا يقعدوا في الشاليه بتاعهم اللي ببلطين، ما هنتلقاها هنا. عادل سيبك منهم، سيبك منهم. سيبك منها يا عادل، بكره ترجع ورجلها فوق رقبتها. ترجع منين يا ماما؟ نو جامي يا حبيبتي بنتي ترجع تاني غير لما الراجل ده يعرف قيمتها ويبوس رجليها وانتوا تاخدوا حقها. هترجع، هترجع يا مجيده، هترجع بشروط جوزها. مامي سيبك منهم، انا جاهزه، يلا بينا نمشي يلا. ها ها نشوف وشكم بخير. ياسمين ياسمين ياسمين، اوعى تضعف يا عادل وترجعها، عارف لو عملت كده لا تبقى ابني ولا اعرف. لا يا ماما انا مش هضعف، مش هضعف ابدا، وزي ما هي مشيت لوحدها ترجع لوحدها. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين. ياسمين 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 اللي هتعيش متشحططة ما بين أم وأب. أعمل إيه بس يا ربي أعمل إيه؟ ولا يهمك يا عادل، بكرة هي تندم وتبعت لك المراسيل عشان ترجع. مراسيل إيه وشحططة إيه؟ وياسمين ياسمين ما متلقاها في الأوضة اللي جنبنا إيه؟ اتجننتوا يا جماعة ولا إيه؟ اسكت أنت يا سناء، الموضوع كبير قوي، بكرة أخوكي هيعاني من الوحدة. وحدة إيه يا ماما؟ الوحدة يا هاني، مو أنت حاسة بحاجة؟ الوحدة، ما هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في دورة المية. أنا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين. ياسمين 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 يا ابني دي قاعدة في الأوضة اللي جنبك، يعني أروح أجيب لك من شعرها؟ وأنت إيه اللي ينزلك في وقت متأخر زي دلوقتي يا سلام؟ أنت عندك شغل بكرة الصبح. إيه اللي ينزلني؟ عندي شغل الصبح؟ ماما انت سامع عادل بيتكلم ازاي؟ طبعا ما عندناش ستات ينزلوا لوحده. يعني انا لو نزلت ورحت الاوضه اللي قدامي دي الساعه 12 الناس هتتكلم عليا ويجيبوا في سيرتي؟ ايه اللي خليكي تستني لغايه الساعه 12 بالليل عشان الناس يتكلموا عنك؟ الناس بيتكلموا عنك من غير اي ساعه 12 يا سندريلا، ولو ما اتكلموش احنا اللي هنخليهم يتكلموا ان شاء الله. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. انت شكلك كده يا دول عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه يا عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دوله، انت من الصبح كده عينك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقول انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دوله اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا رب. بص يا دولة، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. تصغر نفسك انت؟ ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضو هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوقات اللي انت عملتها. النتوقات؟ واي كلمه بحطها في اي حته؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي سابت البيت وقعدت عند امها.
وايه المشكله في كده؟ ما واحده قاعده عند امها عادي، امر طبيعي يعني. ايوه ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دولا ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دولا، انا فهمت خلاص، انا فهمت. هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. هي دي بقى اصعب حاجه يا دولا، عشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في أغنية. بص بقى دولا، أنت لازم تحل المشكلة دي كويس جدا، عشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني أقعد أتكلم معاك. الراجل وزوجه؟ والله ما عارف أقول. المهم أنا هعمل إيه؟ بص يا دولا، أنت لو عايزني أنا أتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده أنا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقولك عايز احل المشكلة، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دولة، انا في ذات مرة سمعت اغنية بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته. التاريخ بيعيد نفسه؟ ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنية بتاعت اللي هو الضنا غالي؟ غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط يا دولة. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنية بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. أنا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش التاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار. لا ازيك يا حبيبي؟ احنا جايين عشان نقعد معاك وما نسيبكش لوحدك. شكرا يا ماما، فعلا ونعم الام. وجبنا لك بجنيه لب عشان نقعد نتسلى مع بعضينا. شكرا يا سناء، فعلا ونعم اللب. اوعى تكون ضعفت وعاوز ترجعها وتهين كرامتك، دي غلطت في امك واختك. وبعدين في ناس كتير قوي بيقولوا انها هتتجنن عشان ترجع. ايه ده، في ناس بيجوا الشقه هنا ولا ايه؟ ناس مين دول يا ماما اللي بيقولوا لك كده؟ قولي. انا فاهمه، انا فاهمه بعمل ايه. يس خلاص براحتك، فاهمه ادينا بنتسلى مع حضرتك. ايوه ماما، يعني الناس دول حضرتك بتقولي ان هم قالوا لك عايزه ترجع؟ ومالك اتشحتفت قوي كده؟ ما تهدى وتعقل شويه. هي هترجع، هترجع، لكن لما ترجع ومناخيرها في الارض هتعرف غلطها وما تعملش كده تاني، وخصوصا بعد ما اتشحتفت وضاقت الغربه. الغربة وبعد المسافات يا مثبت العقل والدين يا رب. هو بابا فين يا ماما؟ وحشك يا حبيبتي. احنا هنخ من اولها؟ هو احنا لسه في اولها؟ هو الموضوع هيطول ولا ايه؟ يا حبيبتي بنتي وعندي وقاعدة معززة مكرمة لحد ما يجي هو ويركع على رغبه علشان ترجع له. هو بابا هيجي؟ يا حبيبتي يا بنتي، لا يا مامي، انا زعلانة منه فعلا، بس ده مش معناه اخلي بنتي حبيبتي تتربى بعيد عن ابوها. انا مش عارفة انتي زعلانة منه ليه، بس اللي تتجوز واحد زي ده ما تتوقعش انها تخرج اصلا. وبعدين قوليلي انت يعني لو خرجتي تفتكري هتروحي فين؟ ده بكبير وهيجيب بربع جنيه ترمس وبنص جنيه دورة. السنة اللي فاتت لما خرجنا جاب لنا غزل البنات. على فكرة بقى الخروجة مش هي سبب الخناق، الخروجة دي هي القشة التي كسرت رجل الحمار. ده مش حاسس بيها خالص، ده عمره ما قال لي كلمة حلوة. بيعملني على اني كنبة، مرتبة، كرسي، ما بعملش حاجه غير اني بمسح وبطبخ وبكنس وبس. يا حبيبتي دلوقتي بقى لما يعرف قيمتك بحقيقي وانت سايباه كده مزعزع بين اربع حيطان هيجي راكع عشان هيعرف النعمه اللي كان عايش فيها. ايه
داري يا داري يا داري داري يا داري يا داري يا داري يا داري راحوا فين حبايب الدار فين فين ألو 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 إيه اللي أنا بعمله ده؟ لازم أحاول تاني. ألو 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 أيوه يا رانيا أنا عادل. أيوه عادل وحشتيني. وحشتيني قوي. ايه ده؟ في حد يتصل في وقت زي ده؟ عبيط انت ولا ايه؟ لازم احاول تاني. لازم اطمن على ياسمين. مشغول. كنت بتكلم مين دي دلوقتي؟ إذا مين ساب السماعة مقفول مفتوحة؟ لو حد اتصل مثلا. ألو؟ محل الورد اللي تحت؟ عندكم ورد والله؟ طازة؟ كويس ان انت جيت في وقتك. طازة؟ طبعا طازة يا فندم. طازة 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 يا فندم. طيب بص خد الكارت ده حطه مع الورد ورن الجرس تاني. تحت امرك يا باشا. ماشي استنى خد. ماشي يا باشا. مين اللي خبط علينا؟ ما اعرفش. الناس قليله الذوق، ناس فاضيه. طب شوفي شوفي مين ولاد الذوق دول اللي بيخبطوا الساعات دي. مساء الخير. مساء النور. الورد حضرتك. متشكره قوي. عفوا. اديني الكارت لو واحد قليل الذوق فعلا. ها عودي يا رانيا، عودي يا رانيا، أنا في انتظارك. لا أستطيع العيش دون أن أراك، فأنت كالمصباح. لا أستطيع العيش دون سماع صوتك، فأنت كالمذياع. عودي يا رانيا، عودي يا رانيا. مين إيه ده؟ إيه الغابة؟ إيه في إيه؟ يا مامي بس الوردة حلوة قوي. الوردة حلوة قوي.
يا سلام، انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان دول ده هيتصالحوا بعض بالورد ده. روحي روحي ارميه له قدام الباب. يلا استني ما ترميهوش على الباب عشان ما يتوسخش، احتمال ارجعه يعني. وجايب لها ورد يا خايب. بعد كده مش هتعرف تشكمها يا ماما. طب انا اعمل ايه يا ماما؟ انا صراحه يعني زهقت من الوحده اللي انا فيها دي، وبعدين رانيا وحشتني، مش هي لوحديها، هي وياسمين. ياسمين بنتي ضنايا، يعني في شارع مين ده يا ماما؟ في شارع مين بس يا رب؟ كويس ان جيتي. تعالي شوف اخوك الخايب عاوز يرجع رانيا. يرجع رانيا يا ماما؟ واحنا مجانين؟ ايه المورستان اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده يفتح الباب ده يمشي مترين لقدام يلاقي رانيا في وشه في الباب التاني. مش فاهمة مش فاهمة مش فاهمة. نجلاء خدي بالك من نفسك، ها؟ ولو عاوزتي حاجة كلميني وما تتعبيش مامي، روحي المدرسة. اوكي مام. لا امشي. خلاص بقى يا مامي، ما هو جوزي ولازم ارجع له. لا يا حبيبتي، اصلك انت هبله، انت كان لازم تشحططيه لحد ما يجي راكع على ركبته. هو احنا في سرب يا امي. يلا يا ياسمين يلا هنروح لبابي. خلاص بقى. معقوله يا عادل عاوز ترجع رانيا بعد ما هزقتنا؟ يا ماما كل يوم بيعدي وياسمين بعيد عني، مش في مصلحتي. عندك حق يا عادل، البنت ممكن تكبر ما تعرفش مين ابوها. افرضي قابلتها صدفه مثلا في المطبخ وما عرفتنيش، ده شكلي ايه قدام التلاجة مثلا؟ لازم اروح لها لازم اروح لها. رانيا. عادل ما تزعليش مني يا رانيا. وانا ما كانش قصدي ازعلك، وانا استحالة اضايقك بعد كده تاني. عارف اليومين اللي عدوا عليا عدوا عليا زي ما يكونوا سنتين. فعلا شكلك اتغير خالص، وياسمين بنتنا كبرت اهي ما شاء الله، بقت في سنه كام؟ اوعدك ان انا عمري ما هطلب منك ان انا اخرج وانت تعبان. وانا اوعدك ان ههريك خروج كل يوم بقى، ترمس ودوره وناكل بليله، كل اللي انت عايزاه. لا انا عايز اكل غزل البنات. ايوه صح، غزل البنات. يلا بينا. مش معقول بجد بجد بجد، قلبهم ابيض. دول ما يقدروش يستغنوا عن بعض خالص. طبعا ولاد الحرام هم السبب في ده كله. الحمد لله ان ربنا قرب ما بينهم المسافات. $30,000 بالتمام والكمال. عد. لا عيب يا مستر سامتي، معقولة أنا أعد وراك؟ استحالة أنا أعد. رمزي. نعم دول. خد عد وراك. نتكلم في الشغل الجديد. أنا عايز 10,000 ورقة باردي بريفكس. أرجو التزام. لا 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 لا، أرجو التزام إيه؟ إحنا في بيننا وبين بعضينا 15 صفقة قبل كده، عمري كنت مش ملتزم، وبعدين حضرتك أحسن واحد هتتعامل معاه في السوق هو أنا. تمام يا دولة. ترى كام؟ 60 دولارات يا دولة. بقول لك صنفهم لي، ما انا عارف ان هم دولارات، شوفهم كام دولار. بالمناسبة، تعرفش حد بيبيع بلح؟ بلح؟ أنا طبعًا، يعني أي حاجة أنا أقدر أتصرف فيها، ولا رمزي؟ نعم يا دولة. روح بسرعة هات قفصين بلح يجري. حاضر. خد خد خد، تعال تعال، إحنا مستر سانتي صاحبنا يعني وعايزين نوجب معاه، هات نخلتين اجري. نخلتين ايه مستر عادل؟ تعالى تعالى يا رمزي، مستر سانتي يعني حبيبنا وداخل على طمع، عارف عزبة النخل؟ روح جز النخل اللي هناك كله وتعالى. نخل ايه؟ أنا عايز 25 طن عشان صديقي في ناميبيا مستر بولا، هو عايز تاجر بلح يتعامل معاه، عايز صفقة $100,000.
100,000 دولار؟ يا دول يطلعوا اكتر من 5000 جنيه مصري. دول دول يا مستر سانتي، معقوله يعني تدور على تاجر بلح وانا موجود؟ عيب يعني. انت تاجر باردي؟ انا اريد تاجر بلح. باردي بلح؟ بص انا تاجر بتاع كل حاجه حضرتك يعني. وبالنسبه بقى للفواكه، انا ياما اشتغلت طبعا في البلح، وتاجرت في الجوافه وفي العنب، وتاجرت في كل حاجه حضرتك يعني. حتى التين الشوكي كنت بصدر التين في حته والشوكي في حته، مش كده يا رمزي؟ اه كده. والتين البرشومي مش كنا بنبرشمه هنا قبل ما نصدره بره؟ اهو واحد، لا من هنا من عندنا ولا من عندكم. امال منين؟ والله ما عارف. انا اصلي كان عندي صفقه حيوانات نادره قبل كده، بعتها كلها، والحيوان ده بس هو الوحيد اللي ما حدش فهمه يعني، ما استوعبوش. بس غريب قوي. بص تعالى كده يا رمزي، تعالى. بص ودانه، بص عينيه، اوريك حاجه كمان، بص ضحكته. حيوان نادر نادر يعني، ممكن اديهولك فوق الصفقه بتاعت البلح ان شاء الله. يعني انت ممكن تخلص صفقه البلح؟ اخلص لك صفقه البلح ده في لمحه بصر. وبعدين حتى حضرتك يعني لو انتوا مش عايزين البلح بعد ما انا اجيبه، انا ما عنديش مشاكل، انا ممكن اكله او اكله للحيوان النادر، اكل البلح ابو زلط ده. اوكي، انا اكلم مستر بولا، نصك معاه معاد بكره. اوكي. نورت يا مستر سانتي. مع الف سلامه. مع الف الف سلامه. مع السلامه. ايه ده ايه ده ايه ده يا دوله ده؟ ايه ده؟ طلعت بتفهم في البلح كمان. يا ابن البلح ده اسهل حاجه، ده انا اتاجر فيه كده وبصبع رجلي عادي جدا يعني. وبعدين البلح معروف قوي يعني ان هو احمر واصفر وزغلول. صح دول. طب بالنسبة للزغلولة دول مين اللي هيزغطوا؟ بص يا رمزي أنا ممكن أرد عليك. يا ريت. بس هضايقك ومش هرد. مبسوطة؟ أنت محوشة كام؟ محوشة كام؟ الفلوس كلهم عند دولة هانا. ما طلبتيش بيهم ليه؟ بقى يا عين. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الفلوس دي انا عايزكم تبقوا تعدوها وتطلعوا لي منها 2000 دولار عشان عندي غذاء عمل النهارده. ايه ده؟ يعني انت مش هتتغدى معانا النهارده يا عادل؟ هتغدى معاكم فين؟ الناس البيزنس مان الجامدين اللي زيي بيتغدوا وهم بيتكلموا في الشغل طول الوقت يعني. ايه ده؟ ايه البدل دي؟ بكام الواحدة يا عادل؟ ياي دي بدل تري تري شيك يا عادل، مش معقول، ده نوع رير جدا، دي تلاقي البدلة واحدة بس ب 500 جنيه. 500 جنيه؟ أنا ما لبستش بدلة أقل من 1000 جنيه، يعني مش أقل من أستك. الله يرحم الشراب اللي من غير أستك. جهلة. وانت ايش فاهمك انت في المكانة العظيمة اللي اخوكي وصل لها دي؟ عموما ابقي خدي لك أستك من الأساتك اللي انا جايبها دي، اشتري لك بيها فستان جديد بدل الهدوم المقطعة اللي انت بتعرينا بيها دي، مقطع مقطع كده. والصفقة دي عبارة عن ورق بردي ام تماثيل؟ لا الصفقة المرة دي بلح. وانت ايش فاهمك انت في البلح؟ ايش فاهمني؟ انا عايش اساسا طول عمري مع بلحه. يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. وبعدين لعلمك بقى انا التراب في ايدي بيتحول لبلح لذهب. ايوه يا عادل، بس البلح ده لون ناسه. طب ما انا ناسه يا ماما. انت ناسي قد ايه من وانا صغير كنت بحب البلح، وكنت دايما انت بتزعقي لي لما ببقع البيجامات بتاعتي. طب اقول لك ايه يا عادل، من فضلك وانت جاي ابقى هات لي 2 كيلو بلح. 2 كيلو بلح؟ اروح لتاجر زميل اقول له هات 2 كيلو؟ لا طبعا. طب ما علينا، عايز تشتري البلح ازاي يا فالح؟ البلح ده بنشتريه بالنخله، اجيب لكم نخلتين ثلاثه تتسلوا بيهم. هو انا فيا حيل اطلع نخله؟ لا ما تقلقيش يا طن، انا عندي الطريقه المثلى لتسلق النخول. ما انا عارفاها الطريقه المثلى دي، بالشلوط كده تقومي من تحت لفوق نطه زي الاسك، واقعدي فوق عند البلح براحتك بقى. يا جماعه انا مش فاضي للهزار بتاعكم ده، انا راجل بيزنس مان مشغول جدا، هخش بقى اغير هدومي، البس بدله من البدلتين اللي عندي دول عشان اروح المشوار بتاعي. والبلح البلح البلح البلح، احمر احمر ابيض ابيض زغل. دولا ايه يا عم، مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا
اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا، علشان كده يعني عايزين نتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه. وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى في ذوقي؟ ها؟ ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دوله. تشرفني باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده؟ انت لابس بدله جديده زي اهي. زيك؟ اوعى ايدك. لابس زيك؟ ولا انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه، اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دوله في ايه يا عم؟ دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدله واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك. انت مش فاهمك، انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك، ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دوله بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا، اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وكابتن فلافيو مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي، لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا. هكذا ولا رمزي وقف هكذا ورايا؟ دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تحت امرك خير. انا اريد عقد صفقه بلح 25 تن كل 6 اشهر. 25 تن؟ لا لا، عينينا ليك طبعا، بس انتوا في بلدكم ما عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في ناميبيا بلح. الله، طب ما دام يوجد في ناميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا اللي هو اللي هي تفصه وخلاص يعني. بس يا رمزي معلش، احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل. ايه ده، دي شتيمه دي يا دول ولا ايه؟ طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القرده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. ده حضرتك ما شفتش، ده بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبي ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا؟ وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت. نمضي العقود؟ يا سلام، قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر ميعاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي، نص ساعة كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله، ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل. نورتنا يا معلم عجوة. منور باصحابه عادل بيه. واخبار البلح اللي عندكم ايه؟ يعني هل البلح اللي عندكم فيه نوى ولا ايه؟ وهل البلح اللي عندكم برضو يعني مصفر ومحمر ومسود ولا ايه؟ كل اللي انت عايزه موجود يا بيه، انت تقشر واحنا نجمع لمؤاخذة. تقشر ايه يا دولة؟ البلح بيتاكل بقشره يا عم، ده فاكره فول سوداني. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، عايزين نعرف، أنا أصلي داخل السوق ده بتقلي جامد قوي، محتاج 25 طن. هتشيل على قدك يا عادل بيه، وخش السوق بالراحة واحدة واحدة. خش إيه يا عم؟ إحنا داخلين نركن. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، أنا داخل السوق كبير عشان افضل في السوق كبير. اسمع عادل بيه، انا مقدرتي معاك 2 طن، ده كل اللي اقدر اتصرف لك فيه لمؤاخذة. 2 طن ايه؟ انت على كده بقى شغال على فرشة يعني، ما العامل لي تاجر وبتاع ليه يعني؟ الله 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 الله،
ايه الغلط ده يا عادل بيه؟ لما انت يعني معكش غير 2 طن بس، ما جبتهمش ليه وانت جاي معاك في كيس؟ بقولك ايه؟ ما تقعدني مع الرأس الكبير بتاع شغلانة البلح دي وليك عمولتك وخليك من رجالتي. بغض النظر عن الكلمة الأخرانية دي، ماشي هقعدك مع إمبراطور النخل في مصر المعلم عبده أمهات. إيه القول؟ عبده أمهات ده تاجر كبير ولا هفق يعني على أساس يجي بيع لي 2 طن و 3 طن؟ ماشي ماشي، لا يا مبينانا عادل بيه. قالوا لي ان انت كبير. صح، ما انت خابر زين. لا انا مش خابر زين، انا عادل سعيد وطالب منك 25 طن بلح. احنا نمتلك في جبلي 7000 نخلة، يجيبوا يجي 20 طن ونكمل لك الباقي جوافة وفراولة. جوافة وفراولة ايه يا عم؟ وانا هعمل فخفخينة؟ انا بقول لك بتعامل مع دول وعايز 25 طن وفاكسات وايميلات، امال بس عامل لك كبير. كبير ايه بس بصوتك ده على 7000 نخلة؟ لو شرف الكبير جد سباطة الكبير، احنا نمتلك فوق من 100,000 نخلة. ده خلاف اللي لسه بيتزرع، بس انا متعاقد مع شركة بسكو عجوة. اه بقى بسكو عجوة سابو سلوى، انا عايز البلح. افهم يا ولد، دول حيعملوا بسكوية بالعجوة لدل الولد وهو رايح المدرسة الصبح مع كوباية شاي بحليب. انت تعمل لي فيها ماما نجوى، انا عايز البلح يا عمي. احنا نقدر نسلم طلبات بس بعد صفقة بسكوية ابو عجوة. صرف نفسك بالعشرين طن وبعد كده لو انت عايز 1000 طن رقبتي سدادك. ماشي ماشي عم امهات. بالاسم. اتفضل، مع الف سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم علي. يا دوله هتجهز اللواري؟ انا بتحارب يا رمزي، انا بتحارب، خايفين مني ان انا انزل اكل السوق، عايزين يدوني 20 طن بس يا رمزي. طب والباقي يا كبير؟ الباقي هلمه من السوق، هلمه بلحه بلحه، مشنا مشنا، نوايا نوايا، مش هسكت. من بكرة الصبح هنفتش السوق فرشة فرشة، قفص قفص، يا كبير يا كبير. اللي هلاقي معاه بلح ومخبيه، يا ويلو يا ويلو من عادل عادل سعيد. منك ليه؟ لها 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 يا علوح، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع الصوت الان. تمام يا كبير. يعني كله تمام؟ كله تمام. ما تخش يا علاء بالشمسيه، انت مش شايف الشمس يا علاء؟ ايه اديه كل البلح اللي معاك. ايوه قاعد العيال يا بيه. طيب يا سيدي خد، اتكل على الله اللي بعد. تعالى يا ست. اللي معاك دي احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول؟ ينفعنا برضك في اي صفقه تانية؟ خدوا مين هيال؟ عينيا يا كبير. خد يا ست. مرضيه؟ مرضيه يا بيه. نجريها. خد اللي معاك دول كم كيلو ما؟ 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده أكيد جاسوس ومزنوق علينا. إيه اللي بيحصل دي؟ إيه اللي بيحصل؟ بتضحك على قرب يا ولد، بتضحك علي؟ يا نهار اسود، ده أنت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي، ده أنا بنام وعندي عين مقفولة وعين مفتوحة، أكيد المعلم عجوة هو اللي مسلطك على. ما توعى يا لا، خليك بتفهم كده، اوعى، المعلم عجوة هو اللي زقك علي، ولا رمزي؟ أيوة يا كبير. خد الولد دي ويطلع بيها المخزن عذبه هلا. عينيا يا كبير. صباح يا بيه، صباح يا بيه. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته ومعاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرسه البيضة، وخلي الفرسه تجري 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 وهو بصوابعه كده في الاسفلت زي المليجي في فيلم الارض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الارض لو عشطانه. عينيا اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا والد. اللي بعد خش يا سيدي.
بعدين عناب بعدين جابوا النوع. السلام عليكم. تمام يا كبير، فضيت المخزن. ايوه، اهم حاجه يا رمزي ان المخزن كله يبقى فاضي عشان اول ما يوصل البلح تاخد العربيات تطلع المخزن تخزنها هناك. وجب يا كبير. وبص يلا، عايزك توزن لي البلح كله قفص قفص وبلحه بلحه، واوعى تاكل منه حاجه يا رمزي. انا بقى يعني هعمل حسابك في 5-6 بلحات كده من 25 طن. ها انا يا كبير، بس والنبي دول خليهم امهات يا ابني. ما اسموش امهات، اسمه امهات، ودي امهات البلح. ام البلح دي بقى اللي بيزرعوها وبتطلع نخله على طول، دي ما بتتاكلش. فهم بقى يا غبي. مساء العسل يا عادل بيه. اهلا، مساء البلح يا معلم عجوه. ان شاء الله العربيات جاهزه، هتودي البلح فين؟ اقعد بس الاول يا معلم، اقعد. اهلا وسهلا. انا وانت ان شاء الله يعني نقعد كده هو على القهوه، نشرب شاي وقهوه، والصبيان بتوعنا هم اللي ياخدوا العربيات يطلعوا بيها على المخزن. ماشي، بس بقيت الفلوس لمؤاخذه. بقيت فلوسك في الحفظ والصون في جيبي هنا اهو. امال ايه، واحنا يعني هناكل عليك حاجه ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اطلع يلا يا رمزي، خد العربيات واطلع بيها على المخزن اللي عندي دي، اللي هو بتاع البازار. عينيا يا كبير. ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اقعد وزن البلح بلحايه بلحايه، شوف كل بلحايه قد ايه، واقعد جمعهم كده لغايه ما تتلخبط. عينيا يا كبير. يلا تيجي على الله. عينيا يا كبير، بالاذن، اقعدوا بالعافيه. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، نور يا معلم. وجودك يا عادل بيه. تشرب ايه؟ ناخد شيشه. خلاص ابقى اديك نفس. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه عما كنا شارينه. يا ابني امال انا شاري الكميه الرهيبه دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولة طلعت حويط حوطانه، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكه في التعاملات التجاريه كده، ده انت مدرسه. ده لسه شفت حاجه، انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي يا معلم يا كبير. بس بقول لك ايه يا رمزي، امر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده، عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى القلاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي، هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده ومن على قرطه، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس 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 بقول لك ايه، امتى مساء مستر عادل. اهلا اهلا، اخبارك ايه وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام. اهلا وسهلا، نورت. والبضاعه كلها في المخزن، والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل، وانا فلوسي معايا. ايه ده الكبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولا كده؟ مش لاقيها يا دولا، مش لاقيها. بوظ الصفقة. معلش دراعي اليمين عايز قطعه يعني. عداد وشي. شكرا. أريد أن أرى البلح. أوي أوي، البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي أؤمرك، خد كابتن إتو وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية يا كبير، تفضل يا كابتن. تفضل 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 تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وبالنسبة للمساعد اللي معاك ده، منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عملية التخزين؟ في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟
طب شوف القفص التاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عملية التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فترة خزنته. ايه اللي حصل؟ شاع عمري، شاع عمري باظ، شاع عمري، شاع عمري، شاع عمري. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقيه البضاعه باظت ولا لا. شاع عمري بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 دقيقه. طب وبعدين؟ واللي عمل ايه يا بولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في تلاجة. تلاجة؟ تلاجة، التلاجة، التلاجة، وحبيبتي جوه التلاجة، 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 التلاجة، التلاجة. تسلم ايديكي والله يا حبيبتي، اكل زي الفل، طبيخك هايل، وخصوصا الجبنه واللانشون والجبنه الرومي والتوست، يعني نفسك هايل في الفطار. يا سلام، التريق التريق على الصبح. لعلمك بقى انا مش عايزه احرجك واقول لك ان طبيخ اللي انت بتتريق عليه، امك كل يوم تفتح حله اللحمه اللي انا سرقها وتسرق ثلاث حلل لحمه. ايه ده امي؟ ده يعني نفسها حلوه قوي، وانت ايش عرفك انها ما ممكن تكون امك؟ انتوا الاثنين متعلمين من بعض الطبيخ وبتاكلوا اكل بعض. لا طبعا مامتي ما تعملش حاجه زي كده، وعموما انا مش ههدى ولا يهنالي بلغ لما اعرف مين اللي بيسرق اللحمه من الحله. ماشي ماشي. طب بقول لك، مش طبخه زيتون اسود جنب الفطار؟ اضطري اضطري. بقول لك ايه يا عادل، صحيح انت فاكر صاحبتي سعاد بتاعت الكليه؟ فاكرها. مش دي اللي من ساعه ما اتجوزت انت ما تعرفيش عنها حاجه؟ لا بقى الحمد لله، بقى اتطلقت وكل يوم بتكلمني، وكانت عايزه تيجي تزورني فانا عزمتها تيجي تقضي اليوم كله معانا، تتغدى وتاكل وتنام. ده على اساس ايه يعني؟ ان انا فاتح دار مطلقات؟ حرام عليك يا رانيا، هتيجي تقعد فين؟ ده احنا بنمشي في البيت ده بالجنب. يعني ايه عادل؟ ما هو اصل ما ينفعش، انا اللي عزمت عليها انها تيجي، ما ينفعش ارجع في كلامي، شكلي هيبقى وحش قوي. احنا شكلنا هيبقى اوحش لو جت قعدت معانا هنا اهو. قومي شوفي طبخنا طماطمايه ولا خيره ولا حاجه جنب الجبنه، هاتي الجبنه لوحديها كده. مش هطبخ لك حاجه تانية يا عادل، واساسا انا غلطانه ان انا قاعده بتكلم معاك. ماشي. صباح الخير يا عادل. صباح الخير يا ماما. فاكر يا حبيبي طنطك فتحية اللي كانت ساكنة ببيتنا القديم؟ طبعا فاكرها. مش دي اللي كان جوزها شغال في مجلس الشعب وطول الوقت بتقول جوزي في مجلس الشعب، وفي النهاية طلع فراش مجلس الشعب؟ ما هو الناد بالجبان طلقها. وطبعا انت عرضت عليها تيجي تقضي يوم عندنا هنا في البيت، صح؟ مش واجب برضه يا عادل؟ واجب؟ مش عامل الواجب يا ماما، مش عامل الواجب يا ماما، حرام عليكوا، حسوا بيا يا ماما. معقولة؟ يعني احنا في البيت ده محتاجين عسكري مرور ينظم حركتنا في البيت، لما انت عزمني ده انت فتحية. انا بص يا ماما، انا ما بقولش حاجة يا ماما، يعني انا البيت لو بجد كبير وما فيهوش المشاكل اللي عندنا دي ما كنتش اتأخر، بس انت شايفة المشاكل عاملة ازاي؟ ده الواحد ما بيلاقيش لقمة حتى ياكلها. ماشي يا ماما، انا ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام. لا خلاص ابعتهم لك على طول. دوله كبسه كبسه، قوم يا دوله من ورا المكتب بسرعه. قوم في ايه؟ امي جايه ورايا دلوقتي يا دوله، وسايبه الحاجات في التاكسي، وانا مفهمها اننا صاحب البازار. انت صاحب البازار؟ امال انا ايه يالا؟ شغال عند ماما. انا شغال. ايه يا بابا؟ خش يا اما اتفضلي يا اما. اتفضلي يا ست الكل. عادل يا ابن ازيك؟ اهلا يا مرات عمي. اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي. ايه رايك يا دوله في المفاجاه دي بقى؟ دي هايله، مفاجاه هايله. انتوا حاسبوني واقفه ولا ايه؟ متقعدوني. لا اتفضلي، ده المكان كله بتاعك يا ست الكل، اتفضلي. ده عادل اول ما عرف يا امي امبارح ان انت جايه، حلف انك لازم تقضي الايام اللي هتقعديها هنا عنده في البيت. هو يقدر يقول غير كده؟ لا طبعا. اهلا وسهلا، تنوري طبعا يا مرات عمي. يعني
اهلا وسهلا يعني حضرتك، بس اصل هو عارفه المشكله عندي في البيت. ما دولة، برغم من ان ظروف عادل يا امي ما عندله يعني اخت وام وحماته قاعدين عنده في البيت، الا انه برضو اول ما عرف امبارح حلف انك لازم هتبيتي عنده. انا عرفت حاجات كتيرة قوي امبارح. وحضرتك هتقعدي قد ايه ان شاء الله يعني؟ ايه انا جاي عشان الروماتيزم اللي في رجلي، هم وصفوا لي دكتور بس بيقولوا عليه زحمة قوي، بس انا اول ما هكشف همشي على طول. ايوه بس لا يا امي ما تقوليش كده يا امي، ده عادل هيزعل جدا يعني، ده اول ما عارف يا امي امبارح كده حلف انك لازم يعني هتمشي وانت خفه خالص. اه طبعا طبعا يا مرات عمي، اهلا وسهلا يعني، وحضرتك تنورينا يعني. بس يلا بس يلا بس واحد فين شاي؟ روح روح شاي. اه شاي خد هنا. نعم. انت بتبرطم بتقول ايه؟ قلت ايه؟ قلت لما فرجتك يا رمزي. اه بحسب. بتحسب ايه؟ ما انا قلتها لك. اتفضلي كل بقى، انت اكيد تعبانه يا امي من السفر، اتفضلي تعالي. بس انا ليا طلب صغير قوي كده، تفضلي اوضه انام فيها لوحدي انا والارنبين اللي انا سايباهم في التاكسي دول، اصل انا جايباهم من البلد، خفت احسن يقعدوا لوحدهم ما يقدروش يقعدوا. لا ما تقلقيش عليهم، الارنبين دول هيناموا في حضني ان شاء الله. اتفضلي بقى حاجه اوصلك. اتفضلي يا ست الكل، تعالي يا ست الكل. خد بايدي انا والله. الروماتيزم. الف حمد لله. وسع كده وسع كده وانت مضيق الدنيا. حاضر يا ناس. عايز اروح؟ لا 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 لا، خليك انت هنا، انا هوصلها واجي لك على طول عشان ما اعرفش هتنرفز عليك في السكه ولا حاجه. موضوع بيني وبينك والبازار مقفول علينا. دول ما صاحب البازار. دول ما ورانا. ده نورك يا حبيبتي. يجننوا يا طنط، ميرسي جدا جدا، انا مش عارفه حياتك تعبتي نفسك قوي كده ليه. لا يا حبيبتي، ده انا هاخدهم معايا تاني، اصل انا خفت اسيبهم في البلد بيخافوا يقعدوا لوحدهم. ايه ده طنط ام رمزي؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ سناء انت مالك كبرتي كده ووحشيتي؟ كبرت؟ عشان البني ادمين بيكبروا مش بيصغروا يا طنط. القلب وما يريد أصل طول عمره هبل. ماما أنا داخلة أغير هدومي. مراية الحب عامية. أنتِ ناوية بقى إن شاء الله تقعدي فين؟ إيه والله ما أنا عارفة، لكن أي أوضة جاهزة أنا هقعد فيها أنا والأرانب. أوضة مين؟ أوضة، أي أوضة جاهزة طبعًا. أهلًا وسهلًا يا مرات عمي، ده حضرتك تنورينا والله. أصل مرات عمي هتقعد معانا يعني إن شاء الله. معانا مين؟ معانا هنا هو بإذن الله في القصر، في القصر اللي احنا جايبينه هنا إن شاء الله. يا طنط منورانا يا حبيبتي، منورانا. ايه ايه في ايه؟ انت اتجننت يا عادل؟ انا ناقصه كمان مامة رمزي تقعد عندنا. ايه يا رانيا في ايه؟ ما تقعد عندنا في اي اوضه وخلاص. انت بتستهبل؟ بصي انا اتدبست، رمزي الزفت ده دبسني في امه، خلاص هعمل ايه؟ شوف لها بقى اي اوضه تقعد فيها. اوكي اوكي يا عادل، انا هقعدها في الاوضه الفاضيه اللي عندنا. ايه ده، واحنا عندنا اوضه فاضيه؟ مامتي ونجلاء هيباتوا معايا في الاوضه، ومامه رمزي هتبات في اوضه مامي. طب وانا هبات فين؟ في البلكونه مع الارانب. مع الارانب. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ فين؟ وانا بسالك همسكك يعني همسكك. اهدى بس يا دول، انا هفهمك كل حاجه. اهدى بس يا دول. هتفهمني ايه؟ انا تقول عليا ان انا صايع ومش لاقي حته تقويني وشغال عندك في البازار ومعيش اهلي كلهم عال عليك في الشقه بتاعتك؟ ايه ده ايه ده ايه ده، مين اللي قال الكلام ده اصلا؟ انت تستهبل يالا، امك هي اللي قالت الكلام ده. معلش يا دول معلش، طب انا يعني كنت عايز اطمن عليا دول، ولا اقول لها يعني ان انا ما عنديش شقه وببيت هنا في البازار يا دول؟ تقوم تقول لها ان انا اللي صايع ومش لاقي حته تقويني. قد معلش يا دول، يعني هي الصايع دي هتلزق يا دول؟ هتلزق سمعتها، هتبقى ايه قدام اهل البازار؟ علشان خاطر يا دوله والنبي، ها علشان خاطر يا دوله خليها تمشي بس وهي مطمنه عليا. يا عم ما تقولهاش على ظروفي، ما تفضحنيش يا دوله. ايوه بس بتعامل الناس اللي في البيت كلها كانهم خدامين عندها، ده انا سامعها وهي بتقول لرانيا يا بنت يا رانيا هاتي شويه ميه وتعالي اغسلي رجلي. طب اقول لها بقى تغسل لها كعبها بالكب الحمرا؟ استهبلت. معلش يا دوله والنبي، دوله يا ابن عمي بص سامحني، ها استحملوها بس اليومين دولت يا دوله،
يعني اليومين دولت وانا بكره الصبح يا عم هروح اوديها للدكتور اللي هي عايزه تكشف عنده دولة، ويومين بس وهنرجعها البلد تاني. خلاص يا عم انت دخلت على الست دي ام ليه؟ خلاص يا عم خلاص عشان ظروفي بس يا دولة. خلاص بس ما تقولهاش بقى تعاملهم منهم خدامين، تعاملهم بشكل محترم شويه. حاضر يا دولة. عايز حاجه تانية يا اخويا؟ لا اتكل على الله. دولة انتوا فضيتوا لها اوضه تانية علشان الانارب؟ عارفه عاجبه فيها ايه مكادرتي؟ بتقولي حاجه يا طن؟ لا يا حبيبتي انا ما بقولش حاجه، بس بقول يعني انت بتشتغلي ايه في المدرسه؟ بشتغل تبشيره. نعم يا اختي. مدرسه يا طن تحكون بشتغل فيها ايه؟ بشتغل مدرسه. اصل انا ما بحبش يا اختي الستات اللي بيشتغلوا، الست لازم تقعد في بيتها وتراعي جوزها واولادها. طب وبتقولي لي انا الكلام ده ليه يا طنطا؟ انا عندي لا جوز ولا اولاد. يعني انا بقول لما تتجوزي يعني لازم تسيبي شغلك وتقعدي في البيت وتراعي جوزك وبيتك. طب وانت مالك وما الكلام زي ده بتقوله لي ليه؟ يعني عشان انا هتجوز ابنك؟ انا لسه ما وافقتش. ما وافقتيش؟ يا نهار ابيض. ما وافقتيش عليا يا طنط؟ على انك تتجوزي رمز ابني. بقى انت بتلفي وتدوري من الصبح عماله تراقبيني وتساليني 100 سؤال عشان عايزه تجوزيني رمزي. وماله رمزي يا اختي؟ ده برقبتك. وبعدين انا لسه بفكر وما وافقتش. نهار ابيض. هم في سلاقة عيلة ماشيين على الحيط قالت لك لولي ملضوم بخيط. يعني ايه عايزين ننام في اوضه غير اوضتنا؟ امال هننام فين؟ معلش يا مامي هتناموا عندي النهارده. هننام عندك النهارده؟ ده باعتبار يعني نعادل بينا وعلينا. ها عادل هينام في الصاله وانتوا هتناموا عندي في الاوضه وماما رمزي حبات في اوضتكم. انا عايزه اعرف بقى ايه حكايته ام رمزي دي؟ جاي عشان الدكتور. ايوه انا عارفه، لكن دي بتعاملنا كاننا بنشتغل عندها. مجيده يا فين الشاي؟ هي دي عمايل برضو؟ شفتي بقى انا قصدي ايه؟ معلش يا ماما استحمليها، عادل لسه مكلمني وقال لي اصلها عقلها خفف شويه وتعبانه، استحمليها بقى. حاضر هستحملها، هنشوف اخرتها ايه. حول ولا قوة إلا بالله، أدي آخرتها، بقينا نخدم في البيوت. ها حطيتي 5 معالق سكر زي ما قلتلك؟ أيوه. أنت هتقعدي جنبي ولا إيه؟ ودي فيها إيدي كمان؟ لا ما فيهاش، القوالب نامت والإنصاص قامت. اتفرجي يا أختي على التلفزيون اتفرجي. مش معقول، اللهم طولك يا روح. إيه يا رانيا؟ واقفة عندك ليه؟ بتحرسي الحلل؟ لا يا طنط، واقفه بطبخ. بطبخ عادي يعني. ليه يا حبيبتي؟ هو في حد بيسرق حاجه من الحلل؟ لا في ناس بتاكل اللحمه من الحلل. افندم بقى ست انعام انت كمان، قصدك ايه بتبصي لي ليه وانت بتقولي الكلمتين دول؟ يا اختي هي مش قصدها انت اللي بتاكليها. الله، وانا اصلا اعمل حاجه زي كده ليه؟ الجوع. الجوع يا حبيبتي يعمل اكتر من كده. لو سمحتي يا طنط يا مامة رمزي، مامتي ما بتعملش الحاجات دي. يعني قصدك انا اللي جعانه؟ انا قلت كده؟ امبارح قلتي انك شفتيني وانا بطلع اللحمه من الحله. ايه يا ام عادل حركات الخدامين اللي انت بتعمليها دي؟ اولا ده بيت ابني، يعني ليا فيه اكتر منها. الله، جرى ايه؟ ما تخف شويه على البنت، وبعدين يعني هو مش ابنك قوي بالشكل ده؟ مش ابني قوي يعني ايه يا وليه؟ مجنونه انت يعني؟ ما انتش اللي مخلفاه. عادل مش انا اللي مخلفاه. مين اللي قال كده؟ انت يا طنط يا مامة رمزي اللي لسه قايله كده دلوقتي. انت هتجننينا يا وليه انت. شفتوا بقى اهي الحاله ابتدت عندها. انا بتكلم عن ابن رمزي. مين اللي جاب سيره رمزي دلوقتي؟ اصل انا شايفاكم عمالين بتتكلموا وتقولوا مين بيضيف مين، ونسيتوا كلكم انكم ضيوف على بيت ابن رمزي. هو انا بس اللي طالبه منكم يا جماعه ان احنا بس نصبر يومين، نستحمل ام رمزي شويه، لان المشكله ان زفت الطين رمزي ده فهم امه ان البيت ده يعتبر بيته، وان البازار ده بتاعه، وان انا اللي شغال عنده، ومن كرمه كمان مجمعنا احنا كلنا نبيت هنا في البيت بدل ما نبيت في البازار. لو ايدي طالت رقبه رمزي ده. ما توسخيش ايدك يا ماما، انا هتصرف مع زفت الطين رمزي ده. عادل انا ماليش دعوه، انت لازم تفهم مامه رمزي دي الحقيقه، انا اتخنقت. شفتي بقى، انا عشان كده مجمعكم النهارده وبنتفق يا جماعه،
أم رمزي مش لازم تعرف الحقيقة أبداً. يا سلام، عشان بقى نفضل إحنا نشتغل عندها شغالين وهي أصلاً ناقصة. يعني هو رمزي اللي زي بصي، رمزي أول مرة بيطلب مني حاجة صراحة يعني، وهو طبعاً سبب كل المشاكل اللي أنا فيها، وسبب إن البازار حاله واقف وكل حاجة مبوظها لنا عم رمزي ده، لكن أول مرة يطلب مني طلب، يعني مش معقولة يعني هقول له لأ يعني. وهو اللي طالبه إيه؟ أمه لما تبقى في البلد تبقى مطمنة عليه. خلاص يومين بس نستحمل فيهم أم رمزي يا جماعة، وهي راحت للدكتور وبعد كده هتتكل. إنا لله وإنا إليه راجعون. بس سوء النية اللي انت فيه، هتتكل ترجع بلدها. خلاص يا عادل خلاص، إحنا هنستحملها وهي كده كده بكرة هتتكل هتسافر. أيوة دولا حبيبي. طب انتوا ما كشفتوش ليه يا ابني؟ دكتور مرضيش يا دولا. ياه، للدرجه دي يعني حالتها ما يقوس منها؟ الحمد لله حالتها ما يقوس منها، الواحد مطمن عشان كده يا دولا. اهو قلنا بقى نحجز بس. انت فرحان ان حالتها ما يقوس منها؟ يعني انا مش فاهم عملتوا ايه، يعني عملت ايه بعد كده؟ احنا روحنا لقينا العياده زحمه يعني، وانا بتخنق من الزحمه، فقلنا نحجز بس الحمد لله يعني. يعني حضرتك حجزتي دلوقتي والكشف بالليل؟ لا الحمد لله. بكره؟ لا الحمد لله. بعد بكره؟ لا الحمد لله. امال امتى يا طنط؟ بعد شهر. إيه؟ لا لا لا، هو مش شهر بالظبط، هم 28 يوم. كشف ايه ده يا طنط اللي بعد شهر؟ يا بنت قلت لك بعد 28 يوم، اصل الدكتور ده مشغول قوي، ما عندوش ولا يوم فاضي الا بعد 28 يوم. اه يا ضهر ياني، شكلي كده هيرقد في السرير شهر. اه يا وسطي ياني، شكلي هيرقد جنبك في السرير شهر. ده الرقده معاكي ارحم يا طنط. مش هنلحق نشبع منك يا طنط. معقوله هتقعدي معانا شهر واحد بس؟ لا 28 يوم بس. تعرفي انا قلقانه، اصل الارنبين مش مولفين على المكان. يعني انتوا ركز معايا يا رمزي، دخلتوا للدكتور في اوضته؟ لا خالص. يعني ما تعرفش الدكتور ده شكله ايه؟ لا ما نعرفش خالص يا دول. طب ايه رايك في اللي يجيب لك الدكتور ده لغايه البيت عشان يكشف على امك؟ لا انت بتتكلم بجد يا دولا؟ هتقدر والنبي يا دولا؟ اه طبعا اقدر، امال ايه يا ابني؟ انت ابن عمي يا ابني. ربنا يخليك يا دولا. وامك دي يعني مرات عمي. لا يا راجل. طبعا يا طارق، انا خدماتي كتير جدا عملتها لك، وطول الوقت بخدمك طول الوقت بخدمك، فطبعا الصاحب ليه ايه عند صاحبه. ايه عادل، انت كل شويه تزليني عشان حليت مكاني في الثانويه العامه. عادل غريبه يا اخي، ان انت تجيب مجموع كبير برغم ان انا اللي حلق لك، والحل اللي انا عملته ما جيبش منه اي مجموع. المهم انا عايزك تمثل دور دكتور. طب انا دكتور فعلا. انت دكتور بيطر يا عم، بس في الاخر اسمه ايه؟ دكتور. يا نهار اسود، امال لو كنت بقى حالل بدماغك انت وحالل بمجهودك هتقول ايه؟ ما علينا، عايزك تمثل دور دكتور روماتيزم مشهور. روماتيزم مشهور؟ ايه الاسم الغريب ده عادل؟ يا عم مش اسم ده، صفته ان هو دكتور. يعني انت هاخدك معايا هتكشف على واحده ماشي، وتقول ان هي عندها روماتيزم وتكتب لها اي علاج وخلاص. بس انا عمري ما كشفت على حيوانات عندها روماتيزم مشهور. وانا واخدك تكشف على بهيمه، دي واحده ست يا ابني. هو ده علاج على اساس ايه؟ انا عمري ما كشفت على بني ادمين. ما هي يعني ما تعتبرش بني ادمين قوي، دي ام رمزي واحد يعني صاحبنا. المهم يعني انت هتكشف عليها وتقول لها يا حاجه انا شايف ان عندك روماتيزم، وتقوم مطلع روشته وكاتب اي علاج من علاجات الروماتيزم اللي في السوق عادي يعني. بقولك يا أمي ما تخبيش عليا، الناس دولت مريحينك ولا تردهم لك؟ بس نصيحة مني، لما يمشوا ابقى هات حد يرش لك الشقة. عينيا. مساء
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اهو جبت لكم الدكتور معايا اهو، شفت يا رمزي؟ اه يا دولة ده دكتور اهو بجد. شفت يا عم عرفت الواحد اهو، ولا عارفك ولا حاجه، ده اغبى واحد في العيله اصلا. اتفضل. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ والله يا ابني تعبانة قوي. زيك ايه؟ هو انت جاي تسألها ما تكشف يا دكتور وتعرف عندها ايه؟ طمني يا دكتور، طمني على امي. يا ابني هو كشف لسه؟ وريني اسنانك كده يا حاجة. بتوري له اسنانك؟ لا سنانك انت، عايز اعرف عندك كم سنة. انا اشطر دكتور في الحكاية دي بقى. في مرة جالنا حمار رئيس القسم بنفسه ما كانش عارف يسننه. والله يا جماعة والله وملكوا عليه حلفان، انا اللي جبت له سنه. وانت بتكشف على بهيمه ولا ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده طمني يا دكتور. يا دكتور ما تعدل امال الروماتيزم احنا قارين. انا طبعا دكتور روماتيزم مشهور، ما فيش شك في الحكايه دي بقى. وعايز اعرف يا حاجه اخبار الروماتيزم معاكي ايه؟ يا دكتور انا عمال اقلق. طمني. الحاله دي مع النبتي بتبان في اللبن. نعم. يعني قصدي لون اللبن اتغير، طعمه اتغير، يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ ايوه هو قصده يعني لما بتشربي اللبن بقى يا حاجه مثلا بتحس ان طعمه متغير ولا بتحس بحموضه؟ انت كنت قلت لي يا دكتور في السكه ان في علاج للروماتيزم، اصل عندها روماتيزم. انت عارف طبعا، اكيد عرفت ان عندها روماتيزم. ايه علاج الروماتيزم؟ بصوا بقى يا جماعه، يا لازم تدفن نفسها في الرمله. يا مصيبتي الكلام اللي انت بتقوله ده. طب وهتتنفس ازاي يا دكتور؟ ما هي هتدفن جسمها كله ما عدا راسها بس. يعني حضرتك تقصد ان احنا نملأ لها الاوضه رمله؟ لا لا، اوضه ايه؟ الاوضه ايه؟ هي هتدفن نفسها في رمله الواحات، وابنها يروح معاها عشان يسقيها ميه 3 مرات في اليوم لمده اسبوع. ايوه بس كده يا دكتور مش هتلحق تزرع. يبقى حط لها اسماك بقى. اتصرف يا رمزي. هعمل الحكايه دي امتى وازرع؟ من دلوقتي. تلمي حاجاتك وتطلعي على الواحات عدل يا حاج. من الصبح هاخد القطر. بس تعرف ان كلامك ده شبه كلام الحلاق اللي في البلد بتاعنا. ايوه ما كلهم دكاتره وعارفين بعض. انا هسافر معاها بكره. طب يا رمزي تعالى اقول لك حاجه لو سمحت. مشكرين قوي يا دكتور، والله مش عارف يعني مجهودات حضرتك. ده اشطر دكتور روماتيزم في جمهوريه مصر المتحده. بقول لك ايه؟ ايه ده فلوس؟ فلوس خلي معاك ال 100 جنيه دي. فلوس انت رايح الوحيده يا دوله. ايه ما انت خدتها؟ خد ال 20 جنيه دول كمان. دي عامل بيها ايه دي؟ دي بقى عشان ترشها كماوي عشان الدوده. يالا اخيرا مشيت. دي كانت كابوس. الحمد لله. قال انت بقى طبخه ايه النهارده؟ مفاجاه، باميه بالبشاميل. الله. طيب انت كشفتي مين بقى اللي بيسرق اللحمه؟ لسه، بس لعلمك عامله خطه جامده موت. انا خلاص سلقت اللحمه وحطها في الحله في المطبخ، هستخبى واستنى اول واحد يطلع من اوضته ويروح ياكلها. لا 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 يا ماما، التفكير ده قديم قوي. انت المفروض تخش لهم دلوقتي الاوضه، بيبان عليهم. اللي بيسرق اللحمه بيبقى باين عليه يا ماما، بتحسي كده ان هو يعني عارفه متعطش للحمه. يا سلام. تصدق راحت من بالي. يلا اوكي. برافو عليكي.